إن الحياة الإلهية التي أشعلت في النفس هي ذلك النور نفسه الذي أشرق في الظلمات، فكل ما يمكن أن يقال عن النور يبقى مجرد تمتمة غير مفهومة ليس إلا. وما إنجيل يوحنا سوى تلك التمتمة عن النور الأزلي الذي هو حب وحياة. الله فينا ونحن فيه، ذلك هو نصيبنا في ملكوت الله الذي أرسل تجسد أساساته. إذا أجبنا بنعم على ندائه اتبعني، عندها نصير أخصاءه وتفتح الطريق لكي تسري فينا حياته الإلهية. تلك هي بداية الحياة الأبدية فينا. لم نبلغ بعد المشاهدة الطوباوية في نور المجد، بل ما زلنا في عتمة الإيمان، لكنها لم تعد عتمة هذا العالم، بل قد دخلنا منذ الآن في ملكوت الله. من أنت أيها الضياء العذب الذي يملأ كياني ويشرق على ظلمات قلبي؟ تقودني بيدي مثل أم، إن تتركني أعجز أن أخطو خطوة واحدة، إن ترذلني أغرق في العدم. أنت المن الطيب المذاق في حلقي، أنت الوليمة المقدسة التي تخدمها ملائكة السماء، أنت الشعاع الوامض كالبرق، أنت نشيد الحب اللامتناهي، أقرب إلى ذاتي من ذاتي وأعمق فيا من قلبي. يا من يفوق كل تصور ويعلو فوق كل اسم، أيها الروح القدس، أيها الحب الأزلي.